بنتك طلقت، يلا حملي كل الهم وبلش اضربي بحالك لشوف خطرك. طلقتي؟ يا نهر اسود في امي، في حد من اخواتي حصل له حاجه؟ عاصم ولا ياسمين؟ في ايه؟ رد عليا. ياسمين اتطلقت. يا شيخ خضتيني، هو طلق ياسمين اللي عامل فيكي كده؟ يا حبيبتي يا بنتي، حبيبتي يا بنتي. امال لو كانت اتقطعت لي ايد ولا رجل كنت عملتي ايه؟ بعد الشر حبيبتي، بعد الشر عليكي. يا امي يا حبيبتي، انا اللي اخدت قرار الطلاق وانا اللي صممت عليه، وبما ان انا اللي صممت عليه يبقى انا اللي عايزاه، عشان انا شايفه ان انا كده هبقى بني ادم اسعد. انا مش مصدقك يا امي، صاحبه الشقه هي ما عملتش ربع اللي انت عملتيه. مش معقوله يا مامي، مش معقوله ان انا مش شايله هم الموضوع ده، ومش شايفه ان هي مشكله ان انا طلقت، لكن شايله هم المناحه اللي انت عاملاها لي هنا. ازاي يعني مش مشكله؟ اتخطبتي 3 مرات وفسختي، وكتب كتابك مره وطلقتي قبل ما تخشي، ودلوقتي اتطلقتي وانت ما كملتيش سنه جواز، ازاي مش مشكله؟ ورد ان انا ما اتجوزش تاني. يا نهار اسود، ورد ان انا اتجوز واتطلق؟ مش هعيش حياه انا مش عايزاها عشان خاطر الناس ولا عشان خاطر انت ما تنهاريش. انت اكتر واحده المفروض تكوني عايزاني ان انا اعيش حياه مبسوطه، مش غصب عني متجوزه واحد ما بحبوش. ياسمين عندها حق، هو ست الكل. انت عايزه ايه من الدنيا غير ان احنا نبقى مبسوطين وراضيين؟ هتكونوا مبسوطين ازاي واختك متطلقه؟ طب ما انت اهو يعني يا ماما، هو انت وبابا سايبين بعض بقالكوا قد ايه؟ 4 سنين. ومش شايفاك انت ولا مكتئبه ولا تعيسه يعني؟ لا لا، ده وضع تاني خالص. وبعدين تصرفات ابوكوا هي اللي طلقتني، وانتوا اللي اصريتوا على طلاق. وبعدين انا سالتك قلت لك جوزك خانك؟ قلت لي لا. وهو الخيانه هي السبب الوحيد اللي تخليني اتطلق؟ سبب مهم يعني. وبعدين انت ما قلتليش ليه اتطلقت؟ ومش هقول لك، هو انا عارفه اتكلم معاكي باللي انت عاملاه ده يا ماما؟ انا مش عارفه اتكلم معاكي باي عقل ومنطق. يا ربي، من ساعه ما انا قلت لها واحنا في المحل وهي عامله كده راحت لطمه وواقعه. لا 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 لا، نعل بقى شويه مريوم مش كده؟ والله وداخت وقعت على الارض، وقعدنا ناكلها نخلل ونشممها في بارفان لحد ما وافقت ان هي تركب معايا العربيه ونيجي البيت. يا ماما الاوفر ده. ومن ساعه ما دخلنا قامت رابطه نفخها وهاتك يا عياط، واهو ده من الساعة كام؟ من 10 بالليل. عشان كده ما كلمتنيش تسألي عليا ولا مرة. وانت كنت فين طول الليل؟ كنت مع أصحابي. كنت مع أصحابي؟ على فكرة بقى أمك دي حافظة مش فاهمة، هو لازم تسألني السؤالين دول ما بتسمعش الإجابة أصلاً. أنت اتعودتي وانت تيجي كل يوم في وش الصبح؟ ها؟ كنت بتعمل إيه مع أصحابك؟ نحتاس الخمر ونوقة بنات ونلعب الميسر يا ست الكل. والله العظيم أنا ما عرفت أربي، والله العظيم ما عرفت أربي. أنا قايمة أهو. ماما حبيبتي، ممكن والنبي نخش ننام؟ عشان انت كام ساعه وخلاص هتصحي. بجد انت مش متضايقه؟ والله العظيم، والله العظيم مش متضايقه، ده انا عمري ما كنت مبسوطه كده وحابه الحياه زي دلوقتي. مامي البيت وحشني، حاسه ان انا كده عايزه اخش ارمي نفسي على سريري واحضن مخدتي. مامي انت المفروض تكوني اكتر واحده مبسوطه. يا ماما مين اللي كان عامل لي مناحه يوم فرحي والبيت هيبقى وعيد من غيرك وهتوحشيني يا ياسمين؟ انت اكتر حاجه مفرحاني انك تيجي تقعدي معايا وفي حضني وتخشي سريرك وتقعدي في سريرك في بيتك. يلا يلا نخشي، انا عندي الحصه الثالثه بكره ولازم اصحى معاكي. يعني انت ازاي هتروحي الشغل اول يوم؟ صعب بقولها صعب. مطلقه؟ مطلقة؟ تقيلة. مطلقة يا مامي قوليها سهلة. مطلقة؟ مطلقة. وبعدين يا ماما انت مش عايزاني اروح الشغل ليه؟ هو انا مطلقة ولا عيانة؟ طب انت اللي هتعملي المنيو بتاع بكرة. عايزة تاكلي ايه؟ شركسية وفراخ والحلو بقى ام علي. انت كويسة؟ يلا 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 يلا.
أعلم.